قرابة المليون سنتيم هي مصاريف يومية تقع على عاتق المستثمرين الفلاحيين بمنطقة المنيعة بين المازوت والمحركات الكهربائية، ما أدى إلى عرقلة تقدم استثمارهم الفلاحي. بالنسبة للغازوار أنا نصرفه كل 3 أيام تقريبا جيج ملاين وربع مئة، هذه وبلا ترانسبور تاعها بربع مئة. جيج في 3 أيام أنا نصرفه جيج ملاين وتمنمية. والكهرباء عندنا من 25 أكتوبر بدأوا فيها حتى لدرك هذا المشكل وين راح، باقي لا نفهم هذا المشكل والتعرقيل وين راح. 7 شهور ما تكملش تا كيلو ولا زوج، حنا ما شفنا والو. لا قالوا لي سناج الكتريسيتي، انت قالوا لي سناج الكتريسيتي. ايه راني في لاليست بصح ما كان والو، راني حرد درك قدمت قالوا لي سنا. انا كان عاد بالي هكا ما نحرجش. فحتى المشاريع التي تم تسطيرها من قبل السلطات على غرار مشروع انجاز الكهرباء الفلاحيه راوحت مكانها، ما اثار تذمر وسخط الفلاحين. الوعود كاذبة، وعود كاذبة عنه مع مين، وما نجيبو تريسيتي نجيبو تريسيتي، ما نجيبو لا تريسيتي لا والو. البطوات قدام المزرعة تاعي وانا نصرف مليون في النهار تاع مازوط. المشكلة مانيش عارف دوك، المشكلة في المسؤولين، المشكلة في كهريب، المشكلة في صناع الغاز. صراحة الدولة خصت الملايير، والسيد والي ولاية غردية خصص المشروع الغلاف المالي لعدة مشاريع نتاع الكهرباء. الشيء اللي نقولوا حنا اليوم نطلبوا انه المقاولات اللي كلوا لها التنفيذ تكون مقاولات واقفة على روح. صراحة كهاريف عطلت المستثمرين وعطلونا على مستوى ولايه غردية، اتصلنا بالمسؤولين تاعها، اتصلنا بصوني الغاز، راك شفت جا الصيف والناس قاعده تخدم بلي جروب. وضع مخطط استعجالي لتسييد مشاريع ربط الكهرباء الفلاحيه بمختلف المحيطات يبقى الخيار الامثل امام دفع وطيره الانتاج في منطقه اثبتت مكانتها وتقدمها اقتصاديا.